اخر شيء من مرابط المسجد الاقصى المبارك. طبعا هو مسلسل تنكيل ويعني وابعادات وضرب وسجن، والحمد لله كله من اجل الاقصى بهون. يعني انا اخر اسبوع بعثوا لي ورقه عندك محكمه، رحنا على المحكمه. شو القضيه؟ اللي هي قضيه من مده سنتين استفزني شرطي على باب حطه في صلاه الفجر، قال بده الهويه، قلنا له هاي الهويه. بعد ما رجعت أذن الشيخ واقاموا الصلاه وصلينا الفجر ورجعت عادي بدي اخذ هويتي انا واروح، اللي هو بلش يحرك وايش حكيت لما فتت وثبت لي وما ثبت ليش وكلام من النوع. على هاي القضيه اخذوني وحكموني. طبعا الحاكم اصدر حكم هاي بعد التخفيف، يعني لانه المحامي كان معي وزي اللي عمل صفقة على 4-5 ملفات، وقضيتي يعني من ضمنهم. أنا انحكمت شهر مع وقف التنفيذ لمدة سنة ونص. أي قضية بتصير بتشابه نفس القضية اللي صارت معي بفوت سجن سنة شهر و500 شيكل و1000 شيكل مع وقف التنفيذ. الحمد لله الأقصى بيستاهل كله بسبيل الله. يعني إحنا ابعادات تسأليش قديش، الحمد لله قديش يعني صرنا مبعدين، وهاي صار لي مدة سنة ما دخلتش المسجد الأقصى. وين بصل؟ وين بمنعوني؟ بصلي. وهاي نصيحة لكل الشباب، يعني ما حدا يترك الأقصى، تعالوا على الأقصى صلوا أينما تمنعوا. وين بتوصلوا؟ وين بمنعك الشرطي؟ صلي وأجرك على الله. انا باعتقادي اني بيضلوا ينبشوا بالفيديوهات والكاميرات وايش صار وكذا. وين بلاقي يعني طرف خيط اللي يقدر يدخلني محكمه او يعمل لي قضيه من شان ايش؟ هاي بيسووها مش بس معي، مع كل الناس. من شان ايش؟ قديش بيستطيعوا يخففوا الناس تيجي على الاقصى؟ هذا اللي عم بيصير معي. وفعلا الضغط هذا كثير يعني خفف الحركة على الأقصى. يعني أنا بذكر العام قبل الأحداث هاي اللي صارت كان يوصل صلاة الجمعة 100-120 ألف، اليوم صلاة الجمعة مش هتوصل 30 ألف و25 ألف. وين راحت الناس؟ لأنه في ناس يعني ما مصدقة، وفي ناس بتخاف خلص بتصير معه قضية بعدش يرجع. بقول لك أنا أحط راسي براسهن، أنا مش ناقص، أنا بالنسبة لي مش مفرقة معاي. الحمد لله أنا بدور على رضا الله عز وجل. يعني تنكيل وعذاب وضرب وسيل دم والحمد لله وسجن، كله مستعدين إله من أجل الأقصى بإذن الله عز وجل.